الحيدر اللي قبل كيفاش كنصايبو ساندويتش هذيك الجزء الجديد ساهلين دغيا كيوجدوا وكيعجبوا البنات الصغار. مرحبا بكم معنا. كنحتاجوا البصله تكون مقطعه مزيان والفلفله تكون مقطعه دوائر رقيقه والمطيشه تكون مقطعه هي مرصوات رقاق وشويه ديال الخس يكون مقرد مزيان. وهذه الكميه كتبقى على حساب الاختيار ديال الناس على حساب الساندويتش اللي غيصاوب. وهنايا غادي نصايبوا لاصوص اللي غنحتاجوا فهاد الساندويتشات هادو اللي انا شخصيا كتعجبني. كنديروا شويه الحار شويه الكيتشوب شويه المايونيز كنحركو مزيان كيبقاو على هذا الشكل هذا. وعندنا هنايا كفته ديال السردين اللي مصايبه انا على يديا فيها العطريه والربيع والثومه كلشي الا الملحه والحار كيبقاو على حساب الاختيار ديال الكليان ديالنا. ومن بعد ما حطينا هاد الشحر كنزيدو شويه زيت العود وكنميلونجيو مزيان كنحركو مزيان. كنزيدو معلقه صغيره ديال الملح ومعلقه صغيره ديال الحار على حسب الذوق ديال الناس. كنبقاو نحركو مزيان حتى كتنشف وكتولي على هاد الشكل هذا. وهادو هما المكونات كاملين اللي غنخدمهم ان شاء الله. وكنزيدو الزيت مقطع والفرماج ديال الساندويتش. ودابا كنحلو لي بتي بان وكنديرو فيه المكونات ديالنا على هاد الشكل هذا. الساندويتش ديالنا كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه. وهنا كنساليو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم خليتكم على خير.